بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فقاس منمر او لازابغ، كيجينا هشيش وسهل في التحضير. غادي تبقاو معايا باش نشوفو طريقة التحضير. على بركة الله، هنا 4 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة او السكر الخشن، كاس ديال الزيت. بالنسبة للدقيق عندي 4 الكيسان ونص ديال الدقيق، ما يعادل 450 غرام. عندي هنا معلقة كبيرة ديال الكاكاو، وزدت عليها معلقة كبيرة ديال بودرة الشوكولاتة. تقدروا ديروا، لما بغيتوش تزيدوا بودرة الشوكولاتة ديروا غير الكاكاو المر. عندي هنا 14 غرام بيكين باودر، وعندي هنا 7 غرام ديال السكر فانيلا، رشة ملح. نبداو على بركة الله. بسم الله، نبداو بالبيض. البيض طبعا بحرارة المطبخ. غادي نزيدو رشة ملح، كاس ديال سكر سنيدة، نزيدو سكر فانيلا، وغادي نخلط كل شيء بالطراب اليدوي غير بالفوي. غادي نطرب مزيان حتى تذوب لينا هذيك السنيده، تذوب لينا مع البيض. تقدروا لو بغيتو تربحوا الوقت ديروا الطراب الكهربائي. غادي نزيد الزيت حتى هي، نخلطها مزيان. غادي نزيد الخميره ديال الحلوى، وغادي نبدا نزيد الدقيق تدريجيا. نبقى نزيد ونخلط حتى نكمل كمية الدقيق اللي عندي. المهم نبقى نزيد غير تدريجيا بشوية بشوية. كنبقاو نطربو حتى كتحيد لينا هاد الحبيبات ديال الدقيق اللي كيبانو. عاد كنزيد الكمية الأخرى. باش كيبدا يتقال لينا الخليط غادي نحيد الفوي ونخدم غير بيديا. غادي نبدا نزيد الدقيق وغادي نخلط غير بيديا حتى العجين تقال. غنخلط غير بالصباع. قبل ما نخلط العجين كامل غناخد واحد شويه العجين تقريبا هاد الشوي، وخا باقا جاريه شويه حيت باقا غادي نزيد عليها الكاكاو. تقريبا نصف العجين، ما كاملاش النص، باش غادي نزيد عليها الكاكاو. غادي نكمل هادي في الجميع حتى تجمع ليا العجين. كي شفتو معايا راه كتكون رطبه وكتلصق. غادي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي نخليها ترتاح. نخليوها ترتاح بين ما زدنا الكاكاو في العجين الاخر. نخليه جانبا. غادي ناخذ هاد العجين اللي نقصه قبيله وغنزيد عليها هاد الكاكاو. غادي نخلط غير بيدي. غادي نجمعوها.
باش تكون عندنا عجين بيضاء وعجين سوداء. غادي نخلي العجين الاسود حتى هي ترتاح، وغادي نبدا نشكل كويرات بالنسبه للعجين الابيض. صافي غادي نبداو. بعد ما كنشكلوهم هكذا كويرات، كندهنوا يدينا بالزيت باش تسهل علينا العمليه، وكنلقاو العجين ولا ترطب اكثر وما كتبقاش تلصق كما الاول. غنحتاج كيس بلاستيكي غذائي باش يسهل علينا نسرحوا العجين. غادي نحتاجوا واحد شويه الزيت ندهنوا بها يدينا وندهنوا بها المدلك باش نسرحوا. غادي نجيبوا هذا العجين جانبا، غادي نبدا بالاولى بسم الله، وناخذ الكيس بلاستيكي غادي ندهنوا بشويه ديال الزيت. هو في العاده الناس كيديروا الفقاس بالدقيق، ولكن من الاحسن ما نديروش دقيق بزاف حيت كيبقى يتشقق لينا من بعد فاش كيطيب. غادي ناخذوا العجين ديالنا غنديرها وسط غادي نديرها وسط الكيس بلاستيكي وغادي نسرحها بسم الله. غادي نبدا نسرحها على حساب هذا الكيس بلاستيكي، غادي يعاوني باش نسرحها ونحاول باش يجي تقريبا قدو. هذا بالطريقه حتى كنسرح العجين نديرو قد هاد الكيس بلاستيكي تماما. وغادي نخليه جانبا باش ناخد العجين الاسود حتى هو ونسرحو. غادي ناخد كيس بلاستيكي اخر نفس الطريقه وندهنو بالزيت. غادي ناخد هاد العجين السوداء غادي نسرحها حتى هي. نحاول باش يجيوني قد قد تقريبا. غادي ناخذ المدلك ونبدا نسرح نفس الطريقه اللي درت في الاول بالبلاستيك، كتسهل علينا باش نسرحوا العجين ماشي بحال الا كان ديريكت ولا بالدقيق. العجين الاسود راه كيجينا صغر من العجين الابيض. دابا غادي نحاولوا نديروا
فوقه نصيبه. غادي نحط العجين الابيض اللي سرحت في الاول. غادي نعريه وغادي نحط فوقه العجين الاسود. نحيدو الكيس بلاستيكي على العجين ديالنا الابيض هكذا. نعريو وغادي نجيب فوقو هاد العجين ديالنا. غادي نحاولو نحطو فوقو. غادي نحيدو هاد الكيس بلاستيكي غير بشوية. بحال هاد الشكل غادي نبدا نلفو ولا ندورو. نعاون بهاد الكيس بلاستيكي باش ندور هاد العجين ديالي. كندور غير بشويه. كندفع بالكيس البلاستيكي اللي كيعاوننا حسن ما نديرو يدينا كتبقى تلصق العجين. غادي نبقاو غاديين وكنلفو كندورو. حتى كتولي لنا بحال هكا. نزيد نرقو واحد شويه صافي. غادي نديرو في اللاطة ديالي. فاش كنديرو في اللاطة زدت ضغطت عليه بالجوانب باش يجيني هكا رقيق وطويل. يجيني رقيق صافي. غادي ندوس نقاد الاخرى بنفس الطريقة كيف درنا في الاول. كيس بلاستيكي احنا دهناه بالزيت. ناخدو العجين ديالنا نديرو وسط هاد الكيس البلاستيكي. صافي ناخدو المدلك ونسرحو. كتجينا طريقة السراح سهلة. هاد البلاستيك الغذائي كيساعدنا باش نسرحو هاد العجين. إلا كانت اليد راه غادي يبدا يتلصق، وإذا كان دقيق غادي نحتاجو كمية كبيرة من الدقيق. نفس الطريقة وغادي نديروها العجين الأسود. غادي ناخد الكيس البلاستيكي ندهنو بالزيت، يعني نفس المراحل كنعاودوها. كنثنيو الجوانب باش تجينا قياس واحد العجينة.
غادي نجيبو العجينه الاولى، العجينه البيضاء، باش نديرو فوقها العجينه السوداء. نحل هذه الجوانب، نحاولوا نعرفها غير بشويه. ناخذ هذا العجين السوداء، العجينه ديال الكاكاو، غادي نجيبها فوق العجين الاخر. هيا نفس الطريقة غادي نديرو، غادي نبدا نلوي. غادي نبدا نلوي من الجوانب، ونعاون بالكيس البلاستيكي كيف درنا في الاول. كنكملو، غادي نديروها في اللاطة ديالنا. بعد ما حطينا القص ديالنا في اللاطة اللي دهناها، الا كنتو ديرو ديريكت اللاطة دهنوه مزيان، دهنوها مزيان بالزيت. انا درت فوق بابي كويسون. غادي ناخدو تقريبا واحد ملعقة صغيرة ديال الكاكاو، وزدت عليها انا غير الماء وخلطت مزيان. غادي ندهن بها هاد وجه الفقاص. بسم الله، غادي ندهنو مزيان. بعد ما دهناو مزيان بالكاكاو، غادي ناخد فورشيت وغادي نبدا ندير هكا نشكل خطوط. غادي نعمرها كامله بالخطوط، فاش كتطيب كيجي واحد المنظر جميل بزاف، غادي يعجبكم. ونفس الشيء غادي نديرو حتى هنايا. ما بقى لينا غير ندخلو الفران تقريبا واحد 40 دقيقه. غادي ندير العافيه غير مهيله ونتلاقاو بعد ما يطيب ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال الفقاص بعد ما خرجناه من الفران. انا خليته حتى برد وغادي نبدا نقطعو دابا. بسم الله، انا غادي نوريكم دوك اللويات كي كيجيو كي كيبانو. شو كي كيجيو من الداخل، كيجي الشكل ديالو رائع. نبداو نقطعوهم. انا غادي نعاود نردو الفران باش يتحمر ليا مازال شويه من الداخل باش يجينا مقرمش. غادي نبقاو كنقطعو فيه حتى نكملو. من بعد ما كندخلو الفقاس ديالنا الفران حتى كيتحمر غير شويه، كياخد هذا اللون شويه محمر، كيجينا بهذا الشكل كي شفتو، شكل زوين وعلى شكل منمر بحال هكذا ومن الداخل.
كيجي مقرمش وهشيش، نتمنى يعجبكم وديروه حتى نتوما في ديوركم. وكيخرج لينا واحد الكميه اللي كثيره، انا خرج لي هاد السوبيره. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده. ما تنساونيش من لايك لعجبكم الفيديو واشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم جديد الوصفات.